السلام عليكم، معكم طلال نقار، نتابع معكم بكورس الأخلاق الطبية. معنا أخونا دكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن. مرحب فيك أخونا باسل، كيفك؟ أهلا يا أهلا طلال. كيف كانت الإجازة معك؟ هلا أخذنا عدة أيام إجازة. والله ماشي الحال، تمام الحمد لله. الله ريفريشنج. يسلمك يا رب. طيب نحن حكينا ربما ما بدي اقول بما فيه الكفايه، لانه فعلا موضوع ذاتيه المريض بنحكى فيه اكثر واكثر، وان شاء الله بالايام هنحكي حالات ثانيه ونتعرض له مره ثانيه، بس يعني خلينا ننتقل لمواضيع ثانيه. فبدايه بدي اسالك، كيفك باللغات؟ بتحكي لغات انت؟ ماشي الحال. طيب، خلينا اعرف ما تحته خط، خليني اقول لك بقى ترجم لي، بس انا ما بدك ترجم لي بالانجليزي، بدي ترجم لي باللاتيني، شلونك باللاتيني؟ ماشي الحال بنلطش. طيب، ما هو اللغة الإنجليزية ما أنا من اللغات الرومانسية، ما أنا لاتينية، فحنشوفك بالفرنسي معناتها. فالجملة هي برايموم، أنا طبعا لاتينيتي يعني على قدي، برايموم نون نوتشيري. طبعا نوتشيري بأحد اللهجات، في حواضي وسوائي باللاتيني بتعرف، فبلهجة ثانية برايموم نون نوسيري. إيش معناتها هي الجملة هذه؟ والله بدها تسأل واحد بيفهم باللغات. أنا ادعيت ادعاء يعني مو أكثر. طيب، فهذه الجملة باللاتيني هي نفس الجملة اللي قالها جدنا أبوقراط، هايبوكريت، وقت قال first do no harm، primum first do no harm. فنحن حنحكي اليوم بالمبدأ الثالث، أو يعني حننتقل لمبدأ النون ماليفيسنس، عدم الإيذاء، اللي هو يفترض من البديهيات نحن واجبنا كأطباء إنه ما نأذي المرضى. ما رأيك بهذا الكلام؟ كيف فينا نحكيه عمليا؟ صحيح. هلا احنا بنرجع بنحط عدم الايذاء او النون ماليفيسنس ضمن الاربع مبادئ كلياتها. هلا احنا نظريا بنقول انه كل المبادئ، سواء احترام ذاتيه المريض، سواء البنفيسنس نون ماليفيسنس او الفائده وعدم الايذاء والعداله، بشكل عام متساويين. ولكن لما تيجي لارض الواقع، عدم الايذاء هو اكثر عامل بيتم الاخذ فيه، وهو اكثر واحد فيك تعتبره مثل الجوكر يعني، او ترنيب، هو بيوقف كل العوامل الثانيه. لان مجرد ما الناس تسمع انه صار في اذى للمريض، هون كلنا يعني عاده يعني هذا البرنسبل ترامب اذر برنسبلز، يعني انه بيكون له صفه طاغيه على المبادئ الثانيه، فحتى قانونيا له وزن اكبر بكثير من غيره. يعني دائما انت مثلا احترام ذاتيه المريض هذا شيء ضروري، شيء اخلاقي، انك تعمل نفع للمريض كمان نفس الشيء، في واجب قانوني، في واجب اخلاقي. ولكن عاده انه بيقولوا انه اوكي انت عملته او ما عملته، بينما الاذى فهذا الخط الاحمر اللي احنا ما ممكن نتجاوزه، واللي هذا عاده ممكن يكون اكثر الوضوح، اكثر المبادئ وضوحا واقلها جدلا طيب، انا بتحديد. خليني اعقد لك اياها، ما دام ما فيها جدل. هل عدم الايذاء يعني فقط الفعل الايجابي المؤذي، ولا الفعل السلبي المؤذي كمان؟ لا، في فعل إيجابي وفي فعل سلبي. هلا إنك أنت ما تمنع، إذا أنت كان في بإيدك إنك تمنع عنه الأذى وما منعته، فكان هذا كمان يعتبر عدم إيذاء سلبي. طيب، انا رح ولكن اضرب مثال اخلاقيا، هي قانونيا ربما اصعب نجاوب عنها، بس اخلاقيا انت ماشي بسيارتك ومسرع ومتهور، وضربت حادث، ضربت واحد على الطريق واذيته مثلا، كان ماشي ونزف حتى الموت، وانت انت تسببت بالحادث، انت اللي ضربته بسيارتك، فانت عمليا اذيته، هذا فعل ايجابي. طيب، انت صحيح. السياره اللي وراه شافت الحادث وشافت الشخص اللي عم ينزف على الطريق وما وقف، فهذا فعل سلبي كمان، هذا تسبب بأذية، أو على الأقل ما بدي أقول شاف الحادث، واحد مارق على الطريق، أنت ماشي بسيارتك وما ضربت حدا، بس شفت واحد عم ينزل، فأنت كمان تركته عم يموت. فأخلاقيا في فرق بين الفعل الإيجابي والفعل السلبي هلا بالأذى. إذا عم تحكي عن النتيجة نفس الشيء، ولكن هي الاختلاف بالبروسيجر، الاختلاف انه انت كيف عم تعمله. هلا احصائيا هلا هو نفس الشيء، يعني الناس بتقول لك انه بما انه النتيجه متساويه فهم اخلاقيا نتيجتهم فهو اخلاقيا مقبولين بنفس الشكل. ولكن لما بتعمل احصاءات بين الناس بتلاقي عاده الناس شوي بتمتعض اكثر او بتبتعد عن الشيء الايجابي او عن الاذى الايجابي، وبتتقبل الاذى السلبي شوي بشكل احصائيا ملحوظ اكثر. ولكن في الواقع الضحيه ما راح تفرق معه ايجابي ولا سلبي بهالناحيه، في حال انت يعني ما في حال هو وقع الاذى عليك. يعني مرة ثانية، أنت ماشي بالطريق وكان ممكن تنقذ هذا البني آدم، فهذا البني آدم لو ما تقول مات، يعني خلينا نقول تأذى بشكل شديد، لو عرف إنه أنت كنت مالق سيارتك وكان ممكن تنقذه وأنت قصدا ما أنقذته، حيزعل منك، صح؟ طب يعني مو أنا بس شايفها راح في، أخلاقيا قريبة كثير صراحة. هلا هلا خليني اميز لك اياها مشان اوضحها اكثر، او بالاحرى للمستمعين يعني او اللي عم يسمعونا. هذا الشخص الضحية
ما راح تفرق معه إذا أنا سقطه بسيارتي ولا أنت ماشي بالسيارة اللي بعده ما عالجته، صح؟ هو تأذى من ولكن كلاكما. هو اوكي تأذى مني، ولكن أنا اللي أذيته وأنت اللي شاهدت وما تدخلت، النتيجة بالنسبة له هو تأذى وهو حل عليه الضرر. هلأ في ناس بتقول لك إنه أنا أخلاقياً كوني أنا اللي ضربته، أنا اللي ألحقت الأذى فيه، فأنا مدان أكثر أخلاقياً وحتى قانونياً أكثر منك أنت. هلأ كمان لا تنسى الأمر نسبي، يعني الأمر مو إنه all or none، مو إنه يا إما أخلاقي يا إما غير طيب، أخلاقي، الأمر ماذا لو كنت متفاوت. انت اللي تجنبت مساعدة هذا الشخص؟ انت شرط السير اللي شغلته يشوف اذا في شيء حدا على الطرقات، مو بيكون العقوبة اشد، او يكون الفعل السلبي اشد ضررا اخلاقيا؟ هلا اخلاقيا ممكن، قانونيا انا ببتعد عن الحديث عنه لانه لا، فيه اخلاق هجرات قانون مالنا فيه، انا عم بحكي اخلاقيا، قصصية. انا عم بحكي على الفعل السلبي، انه انت اها هلا ضربت واحد، هي ما حدا بيختلف انه هذا فعل مرفوض او صحيح، يعني خطا، بس انت ماشي بسيارتك، انت انسان عامي ومو شغلتك تنقذ حدا، فانت تجنبت صحيح مساعده هذا الشخص، فاقول انه تفرق. طبيعك عليه حالك. نعم بس اذا انت كنت شرط السير اللي هو شغلته يتفقد الطرقات يمين وشمال، طبعا فشفت الحادث وشفت الشخص اللي عم ينزف وما تدخلت. طبعا، فانت هون صار عليك مسؤوليه. ومشان هيك هلا خلينا اذا نرجع شوي للطب، اذا انت طبيب بهي السياره ما انا شرطي مبيه وانت قادر على معالجته، فاخلاقيا انت المفروض توقف وتعالجه وتشوفه وتساعده. هلا في بعض الاماكن، هلا مشان هيك في عندك قوانين بتساعد، بيسموهم جود سمارتيانز، اللي هن الناس اللي بيقوموا بالشعل بفعل تطوعي لفعل الخير. هلا باحد المراحل بهون بامريكا كان انك تقوم بهذا الفعل، يمكن ينتج عنه مراهقه قانونيه لك، لانه انت دخلت مثلا عالجته ولكن المريض اشتكى عليك بالمستقبل انه انت عالجني بالطريقه الفلانيه وانا كان المفروض تعالجني بالطريقه الفلانيه، فانت صاير حقك الضرر. فكثير ناس توقفت عن مساعده الناس نتيجه هذا الشيء، مشان هيك رجعوا طالعوا قانون الجود سامارتيانز، ولانه انت بس لا كان تساعد. يعني انا عم احاول اطبق على مدى، يعني اضرب مثال خارج المشافي مشان بسط الموضوع للممارسه ضمن المشافي. انا مهمتي كطبيب عنايه مثلا، انا في عندي 10 مرضى، انا مهمتي ان اقوم بافعال اما اقول على الفائده، اني ما انا اذي المرضى، يعني اعمل افعال خطا، مثلا اروح على المريض الفلاني واعطيه مثلا وليكن بوتاسيوم لازم ينعطى تسريب بطيء، ما بينعطى تسريب سريع، ما بينعطى حقنه والا بسبب يروفات، وفي حوادث صارت. فانا لو رحت على الغرفه ودخلت عليها ودفشت البوتاسيوم دفش، وطبعا هذا شيء مستحيل بالطب الغربي، يعني لانه في مراجعات كثير بتصير، بس للاسف في بعض البلدان بتصير لانه بيكون قرار واحد وبيطبق. فانا دفشت البوتاسيوم دفش، فانا عمليا قتلت المريض بخطا مني مقصود او غير مقصود، هذا موضوع القانون، فانا هون عملت اذى للمريض. بس في المقابل اذا انا شفت اوردر غلط، هو المريض تحت مسؤوليتي انا، فعمليا انا قانونيا مسؤول، صح ولا انا غلطان؟ يعني قانونيا واخلاقيا، اذا انت أخلاقياً ويعني قانونياً. اذا انت قادر على التمييز انه هذا العمل خطا وانت عارفان تماما انه هذا الشيء راح ياثر على المريض، فانت خلص هذا الشيء هذا راح يوقع. يعني كونك انت عن مسؤوليتك، في معنى اخر نورمال افيسنس ما بتطبق، انه والله لا ما تاذي، ما في، يعني قليل جدا صراحه نقول طبيب مجرم او مهمل حتى يتقصد تموت، اذى المرضى، صراحه شوي قليله، الا اذا كان الموضوع يعني في ربما يصير. بس اللي صاير بيصير بالمشافي صراحه، او احيانا يعني بالهي، انه انت بيكون في اذى واقع وبتتاثر بانك ترفع الاذى صراحه، يعني جرعة دواء غلط مثلا، تداخل دوائي خاطئ مثلا، صحيح. يعني وحتى لو ما كان المريض تحت مسؤوليتك انت، حتى لو ما كان مريضك انت، فانت واكتشفت انه في عندك خطأ راح يصير وراح يوقع عنه عن نتيجة بناء عليه اذى للمريض، فانت من واجبك الاخلاقي انه انت تبلغ عن هذا الشيء وتحاول تمنعه. يعني انا مش خلينا نبسطها للناس اللي ببلادنا مثلا، مو ضروري يعني ما في موضوع تبليغ للنقابه ولا كذا، بس انا على الاقل بتواصل مع الطبيب اللي وصف الدواء، بقول له يا فلان انت مثلا الافضل ربما كنا كذا، او انه تنبه المريض انه هذا ربما سهو او خطا، بس يعني انت لازم تتدخل. اذا ما تدخلت يعني اخلاقيا مع القانون، احنا ما لنا محامين هون، أنت مدان، بتكون مدان أخلاقي. اخلاقيا على الاقل نحن في النهايه ربك حيحاسبك يوم من الايام، كان في ضرر ممكن يقع وانت ما منعته، كنت قادر تمنعه. نعم، هذا الشيء شو صحيح. بيخطر ببالك اي شيء عن المواضيع، عن هالمبدأ هذا، شيء تاني نحكي مثلا، نحن نحاول نبسطه قدر الامكان للناس. مثل ما قلت لك، يعني هو موضوع إيقاع ضرر المريض هو أكثر شيء إحنا يعتبر مثل البيت، لما بتيجي على اي حاله ممكن نناقشها، يعني اي شيء ممكن نناقشه. نحن عاده بنحاول بجلسات الاخلاقيات الطبيه انه ندور على طرق
خارج الصندوق، يعني انه كيف ممكن نعالج هذا المريض، كيف ممكن نخليه مثلا يستمر على قيد الحياة، كيف ممكن نعمل هيك. دائما السؤال، هل هالإجراء اللي رح نعمله، عفوا، هل الإجراء اللي رح نعمله رح يأثر أو رح يكون في منه أذى للمريض ولا لا؟ هذا دائما سؤال لازم ينسأل، ولازم دائما، وتحديد هو تحديد كمية الضرر ترجع لقدرة الطبيب وخبرته على هذا الشيء، ولكن أيضا على الأرقام الإحصائية. يعني أنا بعرف مثلا إنه مثلا العملية الفلانية إذا أجريتها ل 100 مريض 90% منهم رح يموتوا، يعني فالنتيجة شبه صوت واضحة. الأرقام، صوت يعني الأرقام. في عندك بدك تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. وكثير بتفرق معنا، يعني حتى في احيانا يعني نسب احصائيه، وكمان برجع بقول لك يعني امور خلافيه ممكن كثير تصير. يعني في ناس بتقبل بتقول لك مثلا نسبه 20% خطا بالنسبه لي ما مرفوض جدا، وفي ناس بتقول لك 50% خطا مقبول جدا. فبناء على كل حاله بدك تقارنها دائما بالحالات المشابهه لها، وما يتقبله المجتمع الطبي والمدني هو بالاخير بدك تمشي فيه. ولكن مثل ما قلت لك، إدانة الطبيب عادة، وهون أحد الأوجه اللي بيصير فيها القانون والأخلاق شوي بيتشابكوا، إدانة الأطباء أسهل بكثير أثناء يعني عند وجود خطأ. يعني لما بتقول إن لما أنت بتعمل أذى للمريض فإدانتك أسهل بكثير قانونياً. طيب هون نحن ربما موضوع شوي بعيد عن جلسة اليوم، بس هو بيتعلق فيها صراحة. أحيانا كثير في شيء اسمه اختلاط طبي وفي شيء اسمه خطأ طبي. الاختلاط هو إنه أنت مثل ما قلت إحصائيا حيوقع نسبة من الحالات، حيصير فيها حتطلع نتائج سيئة ما تعجب المريض ولا تعجب الطبيب أصلا، بس الطبيب ما بيكون متوقع حدوثها، عارفان إنه ممكن تصير. هو مفروض منه يبلغ المريض قبل ما يعمل العملية أو الدواء إنه ممكن يصير آثار جانبية أو آثار سلبية نحن ما بدنا إياها، بس لو صارت نحن بنكون جاهزين لإلها. فهذا اسمه الاختلاط الطبي، بينما الخطأ الطبي إنه أنت سبب الإهمال أو التقصير، أو يعني هاي اشياء الحالات. مره ثانيه صعب طبيب بشكل مقصود انه يعمل اذى للمريض، يعني هذا الشيء صعب تتقبله به هذا بالايام هذه. صحيح، ففرق بين الخطا المقصود او الاهمال اللي بينتج عنه خطا ما حدا بيتقبله، عن الاختلاط الطبي اللي هو وارد ومتوقع وما بيكون في تقصير من الطبيب. فاثباته صراحه بالمحكمه شوي او حتى يعني اخلاقيا شوي صعب، بس بالحالتين هو الضرر واقع. مع هيك طلال، يعني حتى بالاختلاطات اللي الطبيب هو ما له فعل فيها، ولكن اذا انت بتعرف انه اجراءك رح يعني غالبا رح ينتج عنه اختلاط وانت شبه متاكد من هذا الشيء، فهون كمان في عندك مجال للمناوره ومجال للنقاش اكثر. طيب هون معناتها الحالة أنا لما أطبق مع علاج معياري، يعني لو جبنا 100 طبيب معظمهم حيطبقوه نفسه، حيعطوا هذا الدواء لهذا المريض رغم أنه بيعرفوا أنه في آثار جانبية ممكن تحدث. يعني حبة الأسبرين نفسها اللي كل الناس تاخذها، بيبي أسبرين، ممكن تسبب نزف في المعدة، وأحيانا بيكون نزف خطير صراحة، وهذا أثر جانبي متوقع عند بعض المرضى. ورغم هذا الشيء لو جبت هلأ ما بدي أقول 100 ألف طبيب، مليون طبيب، وعنده المريض عنده جلطه بقلبه، حيعطوه حبه الاسبرين هذه رغم انه بيعرفوا انه في نسبه من هدول المرضى قليله كثير حيصير معهم نزف، فهذا بنسميه الاختلاط. ما رايك طيب بالناس بالاطباء، وبعضهم للاسف بيعمل هذا الشيء، بيجرب تجريب شغله ما موجوده بالكتب، هي خبرته الشخصيه، هي هيك تعلمنا هي. فلما عم يجرب تجريب عم يعطي شغله ما هي علاج معياري، ممكن تزبط وممكن ما تزبط، لو ما زبطت ممكن يطلع عنها آثار جانبية سلبية كثير، أحيانا ممكن تتسبب وفاة المرضى. هون أخلاقيا ما بيكون هو عم يخالف المبدأ الثالث أو الرابع اللي هو none من الإيفنس، أو يعني first do no harm، لا تؤذي المريض. صراحة بيكون خالف تقريبا 4 مبادئ إذا هو الطبيب عامل هذا الشيء. يعني وأنا برأيي هيك حالات يعني كمان جدا استفز منها، يعني ما بسمع عنها إنه بتصير، لأنه برأيي أنت هون ابتعدت عن الطب وصرت أكثر بدجل، ويعني مع احترامي لكل الخبرات، يعني في أطباء خبيرين عندهم 40 و50 سنة، ولكن بالنسبة لي منبع القصة إنه أنت إذا ما عندك أبحاث وما عندك مدلولات وإحصائيات فأنت لازم تلجأ للطرق الاعتيادية. في حال فعلا المريض مثلا وصل لمرحله انه ما عم يستفيد منه، ممكن تستشير مع اطباء اخرين، وممكن انت تستشير هل طريقتك انت ممكن يتم قبولها بالمجتمع الطبي. يعني هلا في عندنا هون حتى في عندك ادويه تجريبيه او طرق تجريبيه ممكن تتم، ولكن بتتم ضمن اطر بحثيه ضمن اطر محدده، لازم تحكي تتشاور مع اطباء اخرين، مع اخصائيين اخرين، مع اخلاقيين، مع قانونيين، انه هل يا ترى انت هالطريقه اللي انت عم تعتبرها استكشافيه ممكن تساعد ولا لا، وهل هذا الشيء مقبول ولا لا. اما انه انت فقط تعتمد على خبرتك لحالك وتحط الجايد لاينز وتحط التجارب وتحط الاختبارات كلها
يعني تضربها بعرض الحائط مثل ما بيقولوا، فهذا الشيء مرفوض. والشيء الآخر إنه حتى بناء على خبرتك، يعني عادة الطبيب اللي بيعمل هذا الشيء بيكون طبيب خبير، ولكن هو هذا الطبيب عادة بيكون ما نوع عم يعمل أبديت لمعلوماته، وبالتالي ممكن يكون هو عم يوقع بنفس الخطأ من سنين وما حدا لاحظه، أو هو يعني ما حسن من حاله. فيعني فأنت عم تشوف إنه النتيجة هيك يعني، ولكن بناء على خطأك أنت يعني عم تستمر، يعني مو مجرد إنه استمرارية النتائج ودينامتها معك معناته أنت عم تعمله صح. يعني هي أحد التبعات يعني ممكن تصير. أنا مشان هيك دائما بقول لازم تعتمد على الجايد لاينز، والتجربة مهمة والخبرة مهمة، أنا ما عم أنفيها، بالعكس هي ضرورية جدا. أنا نفسي لما بسأل على طبيب بروح على طبيب خبير، بس يعني الطبيب اللي ما بيشتغل بالجايد لاينز أنا برأيي هذا عنده كتير استفسارات أخلاقية وأنا متأكد قانونية. طيب معناتها احنا بنرجع للمبدأ الأول، أنا لما بدي أعطي علاج تجريبي للمريض سواء أعشاب سواء بدي أقرأ له عن المي مثلا، أنا راح أقول له إنه هذا علاج تجريبي، ما هو علاج معياري، صح ما هو الشيء اللي مكتوب بالكتب، أنا عم جرب عليك. يعني المريض لازم صح يكون عرفان، وهذا واجبنا تجاه المريض، إنه أنا راح بدي أجرب عليك. فشل الطب التقليدي في كثير حالات، بيفشل فيها الطب التقليدي حقيقة، يعني مشان نكون صريحين، الطب ما صح عنده علاج لكل الحالات، ما في علاج صح مثبت لكل الحالات. فأنا ممكن، أنا ممكن اضطر أحيانا استخدم علاجات تجريبية، سواء بتستند لفيزيولوجيا، بتستند لعادات، تقاليد، طب صيني اللي بدك إياه، طب هندي، بس أنا بدي أقول للمريض صراحة أنا عم جرب فيك. صح حق المريض يعرف هذا الشيء، صحيح طبعا طبعا صحيح. طبعا، وهو حقه وقتها يقول لك ايه او لا. تمام. ومع هيك ورغم حتى يعني، بس انا بس بدي اكد عليها طلال، تبليغك للمريض غير كافي، صحيح صحيح استشير اطباء اخرين، صحيح تاكد انه انت اللي عم تشتغله صح، تاكد انه ما في طرق ثانيه، وتاكد اللي عم تعمله فعلا ضمن اطر مقبوله. طيب نحن خلينا معناتها مريض انا ما بدي اذيه، ما بدي اضره، خليه قاعد ببيته ما يجي عندي على المشفى. فانا هيك نفذت المبدأ الثالث وطبقته وما له عندي شيء، انا فعلا ما قربت عليه لا بالخير ولا بالشر. هالحكي صح مقبول؟ هون معناتها لازم نستخدم المبدأ الثالث الثاني لازم اللي اللي هو هو بنفيسنس، هاي البنفيسنس اللي هو شو، تقديم الفائدة. يعني تقديم انت ما الفائدة. بيصير فقط تمتنع عن تقديم الضرر، صح ولا انا غلطان؟ ما بيكفي انه انت مثل ما قلت يعني تمتنع عن ضرر المريض، ولكن لازم تحاول دائما تسعى انه تقدم الفائده. هلا كمان تحديد الفائده هو ما له بالامر السهل، هو امر صعب، لانه في بعض الناس يعني مثلا بتقول لك الفائده بالنسبه لهم انه خلص انه يستمروا بحياتهم بدون علاج، بالنسبه لهم انه ليش حتى تعطيهم ادويه كيماويه، ليش حتى تعطيهم مواد صناعيه، هي فائده. في ناس ثانيه بتقول لك لا يا اخي مجرد علاجه هو فائده. يعني طيب معناتها الحالة ممكن يتعارض الفائدة، مبدأ تقديم الفائدة مع منع الضرر. يعني أنا فيني دائما امنع الضرر تماما، يعني معنى آخر خليني أبسط لك إياها، دواء السعلي، دواء السعال، خاصة الأدوية القديمة السورية مثلا، احنا سوريين اللي بالثمانينيات، كان دواء السعال نفسه طعمته مرة أو طعمه مر لدرجة أنه بيسبب السعال نفسه. فبعموما يعني هو بيقول لك انه لازم تاكل المر او تاخذ الدواء المر مشان تحقق الفائده، فانت لما عم تاخذ دواء عم يسبب لك اثار جانبيه او شيء غير محبب، فانت عمليا عم تاذي المريض، انت المبدا التالت خرقته. معناته انا هون انا لازم وازن، معناته صح ولا انا غلطان؟ الهدف هو دائما لازم تعمل موازنة طبعا، والهدف دائما انه انت تعطي اكبر فائدة باقل ضرر. كيف ممكن توصل لهالمعادلة؟ هي بقى بترجع لخبرتك كطبيب، ودائما بدك تحاول توصل لهذا الشيء. يعني هلا في كثير احيان نحن بنتقبل انه انت تعمل مرض للمريض، ضرر للمريض، وبنعرف هذا الشيء. يعني في مثلا اكثر مبدا ممكن احكي عنه بهذا الشيء بسموه الدكترين اوف دبل افكت، او هو مبدا التأثير المزدوج. مزدوج تمام. بما معناه انت بتعطي علاج معين، انت عارفان انه انت عم تعطيه لشيء، ولكن بتعرفه انه هو مثلا ممكن عطى لشيء اخر، او بيعالج شيء اخر، او ممكن يسبب ضرر بمنحى اخر، ولكن انت الهدف منك انك تعطيه لهذا الشيء. مثلا لما انت مثلا بتعطي دواء المورفين او الاوبيايت بشكل عام، يعني لمريض بجرعات عالية جدا، وانت عارفانه انه انت ليش المريض عم تعطيه قبل؟ تحت، بس انت ليش اعطيته قبل للمورفين بجرعات عالية؟ انت شو اعطيته الاستطباق؟ المريض اعطيته اياه مثلا لتسكين الام شديده، تمام ولكن انت عارفان انه انت هالجرعات العاليه رح تعمل له تثبيط تنفسي، ممكن ينتج ممكن، عنه وفاة. يا انت ممكن تعمل تثبيت تنفسي. نعم، ولكن بحق لك اخلاقيا في بعض الاماكن قانونيه انك تعمل هذا الشيء
رغم انك انت بتعرف انه في خطر رح يصير عليه، لانه انت هون برجع للموضوع، انما الاعمال بالنيات. انت الهدف تمام تبعك تمام مو انك تمام تموته، الهدف تبعك انك تشيل عنه الاذى، وان كان في ضرر انت عارفان رح يصير. تمام طبعا لازم يكون المريض عارفان بهذا الشيء تماما، وانت نيتك لازم تكون صادقه والانتنشن تبعك واضحه جدا بهذا الموضوع. فهذا صراحة ربما في زملاء طلاب عم يتابعونا بيجي بالامتحانات هذا الموضوع، انه انت بالاند اوف لايف في نهاية الحياة انت حطيت المريض على العلاج التلطيفي، هو عنده مثلا سرطان منتشر عم يسبب له آلام مبرحة، فانت بتعطيه جرعات عالية من المسكنات. بس مثل ما قلت انا هون ما عم اهدف من اعطاء الجرعات اني انا بدي اياه يوقف تنفسه، لا، انما الاعمال بالنيات، انا هدفي انه يسكن صحيح. ألمه. فشو اسمه بالانجليزي مرة ثانية مشان زملائنا اللي عم يتابعوا يحفظوا هذا الاسم؟ Doctrine of double effect. Exactly. Doctrine of double لأنه effect، التأثير المزدوج. إذا أنت أعطيته بهدف إنك تموته، فأنت هون دخلت بموضوع قتل الرحم، موضوع ايوه الإيثانيزيا، موضوع كثير. physician assisted suicide، وهي رح نفرز لها حلقة كاملة عليها. وهذا قانونيا ما متاح بمعظم بلدان العالم صراحة، يعني إلا مرة إذا ثانية أنت رايح على أنا بدي هولندا أكتب أو معناتها بالفايل، بدي اكتب اجباري اني انا انه تناقشت مع المريض او انه هو عنده الام شديده، يعني مو بهالسهوله انا بقدر بعطي هذا الشيء بقول انا والله كنت انا هدفي اني والله ريح له المه. الموضوع عادة شوي هيك قرار لا يؤخذ عن طريق طبيب واحد لحاله، عادة تتناقش مع كذا شخص، مع فريق الطبي، مع التمريض، مع الأطباء آخرين، تأخذ هذا القرار وتبلغ المريض. طيب معناتها هالحالة نحن بأي إجراء طبي حقيقة حتى بحبة الأسبرين اللي بنوصفها للمرضى عم نطبق المبدئين، نحن عم نوازن الفائدة اللي هي تقديم الفائدة الضرورية، أنت عم إعطاء حبة الأسبرين عم ينزل خطورة احتشاء العضلة القلبية لنسبة معينة، وأنا بنفس الوقت إعطاء حبة الأسبرين عم يزيد خطورة النزف المعدي بنسبة معينة. هذا الكلام احصائيا موجود، انا مره ناقشته بشكل تفصيلي كنت عم احكي بالاحصاء، فجابوا 1000 شخص وقارنوا، طبعا كان هي اللي عم نحكي عن الوقايه البدائيه عند المرضى العاليين الخطوره، فانا من 1000 شخص ما عندهم اي مشكله قلبيه بس هن عاليين الخطوره، يعني عندهم سكري وعندهم ضغط وتدخين مثلا، في عندهم خطوره قلبيه ليصير معهم احتشاء عضله قلبيه، هدول لو اخذوا الاسبرين من اصل 1000 حننقذ، يعني صراحه الارقام ما هي ببالي بس مشان يعني قربها للمستمعين، حننقذ 20 شخص، نمنع الاحتشاء العضلة القلبية عند 20 شخص. بس بنفس الوقت من هدول ال1000 شخص في 5 منهم صار معهم نزف معدي. فهون مقارنة الفائدة مع الخطورة، انه انا عم انقذ حياة 20 شخص وعم بتسبب بنزف لخمس اشخاص، فمقارنة الفائدة مع الخطورة او الضرر مع الفائدة عم يرجح كفة الفائدة. ومو بس هيك طلال، يعني احنا هذا يعني بممارسه الطب صراحه داي تو داي، يعني هذا الشيء بيصير كل يوم. انت مع اي دواء عم توصفه على مستوى يعني ادويه حموضه الالمان، فانت عم ترجح الفائده على الضرر اللي انت ممكن تعطيه يعني للمريض. فلذلك مثلا في احيانا انا بقول لك خلينا نحكي بمرض السرطان مثلا، انه العلاج ما حيحسن من نوعيه الحياه وما حيطيل الحياه، ما اثبتت الدراسات انه مفيد، فانا ما ممكن اجي اجبر المريض عليه، انا بقول له المريض ترى هيك هيك هيك، والمريض يعني في خطوره كذا وفي ضرر كذا، الاثار الجانبيه موجوده والفائده موجوده. احيانا عمليات جراحيه على فكره، احيانا يعني الجراحين نفس الشيء بيقعوا بهذا المطب، انه انت الجراحه بهالحاله ممكن ما تنجح. فالمريض في كثير مرضى صراحة بيوافقوا وبيتحمل الريسك بيتحمل الخطورة، وللأسف أحيانا بتنتهي بالوفاة، يعني بيكون حياته تعيسة جدا بس بده صحيح. يصلح شرايين قلبه ونسبة الخطورة عالية جدا جدا، وجراح قلبه قوي، وفي ناس بتنتهي بالوفاة للأسف، يعني صحيح. صراحة هلا في صراحه انا انت عم تحكي تذكرت شغله ثانيه. هلا في بعض المستشفيات متقدمه ما بظن عندنا هذا الشيء بسوريا، يعني بعاد عنه شوي حاليا، ولكن هون بامريكا في بعض المستشفيات، انا اشتغلت بمستشفى دانا فاربر، كان في عندنا برنامج خصوصي اسمه برنامج سيمتوم مانجمنت، اللي هو مثل شيء بيعتمد على الذكاء يعني بس الصناعي. خلينا نترجمه، هو معالجة الأعراض يعني. نعم، إدارة الأعراض. هو برنامج على الذكاء الصناعي، المريض بيقول لك، أنا بتقول له مثلا أنت الدواء الكيماوي الفلاني له 1 2 3 4 5 أعراض، بيقول لك أخي أنا هذا العرض بستحمله، هذا العرض بستحمله، هذا العرض ما بستحمله. I see. يعني فأنت بناء على الأعراض اللي أنت موجودة عندك بتصير تنقي له الدواء. طبعا هو كل انسان عنده في يعني خلينا انا لك اياها من تجربتي الخاصه، كل انسان في عنده شيء متطلبات في حياته ما بتختلف من مريض لاخر. فانا مثلا من عملي كطبيب بقول لك مثلا اصابعي اهم شيء بحياتي، حاليا انا بكتب انا على الكمبيوتر، لو انا صار معي اعتلال اعصاب واصابعي تاذوا
فانا حتتاذى حياتي، مش عملي حيتاثر، ممكن اقعد ببيتي. بينما واحد مريض تاني يقول لك لا، انا مثلا بالنسبه لي الالم مثلا هو اهم شيء. يعني مره تانية كل انسان عنده خصوصيه معينه لاعراض بيتحملها، يعني اعراض جانبيه بيتحملها، والتاني ما بيتحمل نفس الاعراض. يعني الوضع ما وهون هون كل بنرجع، الناس مثل بعضها. نعم، وهون بنرجع مو بس لاحترام ذاتية المريض، ولكن احترام إنسانيته، تمام. إنك تساعده يوصل للشيء اللي بيريحه بحياته. يعني إحنا بالأخير كأطباء مو دائما هدفنا العلاج والشفاء، طبعا نحاول نسعى لهذا الشيء، ولكن تخفيف المعاناة هو هدف نبيل لا يقل أهمية عن العلاج الكامل، عن الشفاء الكامل. طيب اخي باسل، انا اظن والله غطينا المبدا الثاني والثالث بشكل جيد. ما عندي شيء بالي صراحه ينحكى فيه اكثر. ممكن اذا انا عم شوف الزملاء هلا، بالمناسبه في تفاعل جيد مع الكورس حتى الان. يعني ما شاء الله، كل محاضره عم نعطيها عم يكون عدد الحضور باول يومين عم يكون حوالي، يعني انا بحسب بالساعات مو بسبب عدد المشاهدات، حوالي 60 شخص، وهذا رقم كبير صراحه. 50 او 60 في محاضره هلا، وصل عدد الحضور او عدد اللي شافوها كامله لحوالي 120. يعني انا ما بطلع على الله عدد المشاهدات الكلي، لان هي مجرد انت نقرت حتطلع مشاهده، ما بنحسب هي. انا بطلع عدد ساعات المتابعه. يعني الجلسه الاولى اللي عملناها عدد ساعات متابعتها 60 ساعه، وهي مدتها 30 دقيقه، وبالتالي صار 120 شخص شافها تقريبا، ما يعادل يعني. الله فانا شايف والله ناس مهتمه، يعني وخاصه يعني الزملاء الاطباء الخريجين الجدد اللي هذا الموضوع ربما ما بيتدرس عندهم بكلياتهم. فانا شايفه يعني ان شاء الله حيكون مفيد لهم بمستقبلهم إن شاء وبحياتهم الله العامه ان إن شاء شاء الله. الله. بس كمان بذكر إنه إحنا أول 3 4 محاضرات إحنا عم تكون شوي نظرية، لأنه عم نحكي على مبادئ وعلى فيك تقول يعني أشياء فلسفية، وأن إحنا عم نحاول نضيف عليها طوابع عملية، ولكن إن شاء الله بالمستقبل نحكي على حالات عملية أكثر، وأنت بتشوف يعني تشوفها بالمستشفى بشكل دائم. جميل جميل. طيب أخي باسل، مشكور جدا جدا، شكرا على حضورك معنا، وإن شاء الله مستمرين ومتابعين، وننتقل للمبدأ الثاني بجلسات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.